بتمشي. كوكيز، بقالي كتير قوي ما اكلتش كوكيز. ما تفهمنيش غلط، انا كده كده عملت الاوريو كوكي دو والكيت كات كوكي دو، بس الكوكيز نفسها بقالي كتير قوي ما عملتهاش بصراحه. ما تيجي نعملها النهارده. السلام عليكم، ازيكم شباب، واهلا بيكم في فيديو النهارده. معاكم ايجو اميجو فات فورمتك في البيت. لو دي اول مره تشوفني فيها، اهلا وسهلا بيك في القناه بتاعتي. انا اسمي ماجد بوليميجو، عشان كده اسم القناه بتاعتي ذا ميجو فات فورمتك في البيت. ليه؟ عشان انا بتمرن في البيت بقالي 10 سنين، كسرت ال 10 سنين بتمرن في البيت، بعمل هيلثي ريسيبيز، وصفات اكل دايت. هي تبان ان هي مش صحيه، بس هي صحيه والله. بتكلم في الفتنس، بكفر الرياضه، بصور فلوجات، وكمان بنعلق على الافلام مارفل او دي سي. فلو ليك في اي حاجه من الكلام اللي انا قلته ده، ما تنساش تنزل تحت الفيديو وتشترك في القناه وتديني اللايك المتين عشان تساعدني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر. بص، هو اي اكله في الدنيا بتبقى عباره عن سعرات. العبد الله مختص ان هو يحول لك اي اكله مش دايت دخلها لك جوه الدايت. تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر اكله نفسكم فيها وانا هعملها لكم ان شاء الله. الساعه دلوقتي داخل على 2، فيلا بينا نفطر الكوكيز اللي بالشوكولاته. بسم الله، نبدأ طبعا بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا بقى شوية حاجات كده، ركزوا معايا. 10 كيس سكر دايت، بيكنج باودر، قرفة، وسنة ملح. بعدين يا سيدي عندنا هنا 20 جرام عسل، علشان الكوكيز بتاعتنا ما تبقاش عاملة زي فردة الشبشب، تبقى طرية إلى حد ما. زبدة فول سوداني دي اختياري، أنا كنت عاملها قليلة السعرات الحرارية، ممكن تطلع لك على الشاشة من فوق لو عايز تشوف الوصفة. مهم جدا بقى إننا نستخدم بيضة كاملة وعليها 5 جرام زيت جوز هند. زيت جوز هند طعمه مسكر، وممكن تحط عليها سنة فانيليا او لحسة قرفة. اختياري سكوب بروتين من غير اي طعم، ممكن تستخدم لبن نيدو، ممكن ما تستخدمش حاجة خالص. وعندنا 100 جرام دي شوفان. طبعا دي حبيبتي الكيت كات الصغيرة اللي هي 70، فيها تقريبا 100 كالوري. الموضوع بسيط وتافه، هتحط كل حاجة على بعض، او الدراي انجريدينس المكونات الجافة على بعض، هتخلطها على بعض زي ما انت شايف كده. ولو لقيت حاجه بقى ايه لزقت في بعض، الوصفه دي بتاعت امي او الطريقه بتاعت امي، تطلع من الشوفان اللي هو الجاف وتتكحت يا باشا، هينزل معاك زي السكينه في الحلاوه. بعد كده يا باشا هتنزل بسكوب البروتين وهتمكس المكونات الجافه زي ما انت شايف كده لحد ما كل حاجه تبقى متجانسه. هتجيب البيض زي ما انت شايف كده وتخلطه كانك بتعمله اومليت بالظبط، عشان الزيت اللي في الكوبايه يندمج مع البيضه. وبعد كده يا باشا هتنزل عليه العسل اهو، 20 جرام. ممكن يعني تستغنى عنه، ممكن لا، بس يعني يفضل ان انت ما تستغناش عنه، علشان الكوكيز ما تبقاش عامله زي فرده الشبشب الناشفه، فاهم؟ زبده الفول السوداني الصراحه ما كانش ليها اي 30 لازمه، وما كانش ليها اي طعم، فانت ممكن تستغنى عنها. ميكس بقى كده كله على بعضه لحد لما تبقى العجينه بتاعتك ولا هي ستيكي قوي، ملزقه قوي، ولا هي مايعه او سايبه خالص، ما بين البنين كده. لو لقيتها بدات تلزق معاك جامد قوي كده، ابتدي انزل بشويه ميه. عايز تضيف شويه سعرات، ممكن تنزل بلبن، بس فاكس يعني الموضوع مش مستاهل. بس العجينه كده زي الفل. هتجيب بقى حبيبه القلب الكتكات الصغيره ديت، 70 دي تقريبا 100 كالوري، 105 عشان نبقى بالظبط. يعني ممكن تستخدم اي نوع شوكولاته تانيه طبعا، دارك ولا حاجه، بس يعني دي اللي كانت في متناول الايد. تبقى تكسر بقى يا معلم وتفرك كده زي ما انت شايف. وبعدين هنمكس كل حاجة على بعض وهندخلهم تقريبا في التلاجة، يعني من نص ساعة لساعة كده، علشان الشوفان يشرب كل المكونات اللي ضفناها عليه. لسه خلص تمرينة البوش بول ليج. البوش لو مشفتهاش هتظهر لك على الشاشة من فوق. طلع دلوقتي الكوكيز من التلاجة ونشكلها سوا. ده شكل الكوكيز بعد ما طلعناها من التلاجة. بص ستيكي فحت ازاي. هتجيبها ويبقى معاك طبق تاني فيه شوكة وشوية مية، تعرفوا ليه، وصينية اللي هندخلها الفرن. تيجي تطلع بقى كده معلم الكوكيز وتديها تكويرة محترمة زي ما انت شايف كده. ولو لقيتها بتلزق قوي، ممكن تغمس ايدك في شوية المية دول، بس مش كتير قوي علشان ايه الدنيا ما تبصش منك وتلغوص الدنيا حواليك. هتكرر نفس العملية ديت، هيطلع معاك حوالي 12 كوكيزة هاية صغيرة. بعدين هنبطط الوش زي ما انت شايف بالشوكة، هتنفضها في شوية مية كده وتنزل على الوش، تدوس عليها عشان تخليها فلات. طبعا في اللحظة ديت انا مشغل الفرن من تحت وسايبها تسخن، ودخلت اهو الصينية، سبتها تقريبا حوالي 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين نفشت وبقى شكلها فشيخ، تسمعوا صوت السيزلين كده، حاجة كده، ايه عظمة يا ولد.
تعال نطلعها بقى واوريكم شكلها عامل ازاي. بتفطر بيز بالشوكولاتة ولبن، ناوي ندوقها من غير اللبن وبعد كده هنغمسها في اللبن. خد أنهي واحد، خد أنهي واحد، حد نغمز بقى دي مزوقة عليها بس عشان محدش يقول مش عارف ايه، وتمسك الكيفية كده وتنزل فيها كده تسقيها بس كفاية كده، وبعدين تلاقي ايه اطلع مش تقدير مش تقدير. خلص كده أهم حاجة انك تغمسها كويس. انا كده هاكلهم كلهم، لسه العب كارديو. بص انا غمستك واحدة وانت تاكلها ماشي. افتح افتح يا بص كده الشوكولاتة دي الكوكيز هي الواحدة كوكيز هي مفرد كوكيز فيها 65 كالوري، الواحدة من دي فيها 65 كالوري، إذا مش فاكرين طلعت 12 دي الساعة 4:37 هطلع على الكارديو هرجع أفطر الكوكيز ديت، وغالبا بقى إيه بعد بكرة هيبقى فيه بلوج إن شاء الله أكل يوم كامل بس بره البيت برضه. وبس يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم يا جماعة، ما تنسوش لايك 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 لايك، سيب كومنت تحت الفيديو ده، اشترك لو مش مشترك في القناه، ما تنسوش زر الجرس لو سمحتوا، عايز تشتري ملابس رياضيه في كود الخصم ماجد 10، ولا عايز تبقى معايا اونلاين ابعت لي رساله على الانستغرام. Peace.